سلام ميزامي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا في العنوان، واحد ديسيق او واحد تحليه اللي كتجي بنينه وسهله في التحضير. قبل ما نبدا وما تنسوش تدعمونا باللايك وما تنسوش سبسكرايب باش يوصلكم اي جديد اي فيديو كنحطه. وكنعتذر على العطب اللي وقع في القناه ديالي، تمسحوا لي جميع الفيديوهات. ما نبداو على بركه الله. بالنسبه للطبقه الاولى غادي ناخذ فراوله، غادي نخلطوها مع الحليب مزيان بميكسور، طحنوها بميكسور او بمونينكس باش ما بغيتو نتوما. غنحطوا ديك الخليط ديالنا فوق النار، غنضيفوا جوج او ثلاث معالق ديال مايزينا. انا عملت اربع حيت عندي كتشارات صغارين. من بعد غادي نضيفوا سكر حسب الذوق، غنبقاو نخلطوا بدون توقف حتى تولي الخليط ديالنا عباره عن كريمه. من بعد كناخذوا المول اللي غنحضروا فيه. ولا بغيتوا نتوما استعملوا حتى كيسان كيجيو مزيونين، انا استعملت المول حيت كيقدنا العائله كامله. كنكب الخليط ديالي في المول وكنكبو سخون حيت كتعرفوا مايزينا دغيا كتجمع راسها. كندخل المول ديالي كندخلو التلاجة يبرد شي دقائق. من بعد كنمشيو نحضروا الطبقه الثانيه اللي هي كناخدو كيكس، اي نوع ديال كيكس. انا استعملت هنايا ماريا، استعملت هنا كيكس ماريا. وما استعملوا اي نوع ديال كيكس. كيف ما كتشوفوا انا عملت كميه كبيره حيت غادي نستعملوا في جوج ديال الوصفات. غنستعملوا هنايا وغادي نستعملوا في لاطارت دو سيترون اللي ديجا حطيتها في القناه ولكن تمسحات، غادي نعاود نحطها غدا ان شاء الله. كنضيفوا عليها الزبده وكنجمعوا الخليط ديالنا. من احسن الزبده تذوبوها فوق البوطه باش تعطيكم طبقه متماسكه. انا بالنسبه لهادي عندي طبقه اللي تحت متماسكه، فوقانيه كذلك متماسكه. ما بغيتي حتى بسكوي منو زبده مذابه. كنضعوا ديك البسكوي فوق المول ديالنا بعد ما خرجناها من الثلاجه، بعد ما خرجنا العصير الفراوله بمايزينا من الثلاجه. كنعملوا فوق منها بسكوي. دابا غادي نمشيو للطبقه الثالثة او الطبقة الاخيرة اللي هي طبقة ديال الكريمة. كناخدو نص لتر ديال الحليب، كنضيفو عليها ثلاثة ديال الماء ديال ثلاثة دمغارف عفوا ديال مايزينا وسكر حسب الذوق. كنخلطو حتى كتولينا على شكل كريمة كيف ما كتشوفو. من بعد كنضيفو الخليط يكون سخون حيت كتعرفو مايزينا دغيا كتجمع راسها. كنخليوها تبرد شويه. وانا غدي جا قطعت فروطه، ثم استعمل الفروطه اللي بغيتو. انا استعملت هنايا فراوله والموز وتفاح. كنزين الطبق ديالنا بفروطه. ولا بغيتو تستعملوا كطبقه ديال البرتقال، استعملوا البرتقال ومايزينا حتى هي كتجي مزيونه. بغيتو تستعملوها تاهي زيدوها كطبقة. وهنا كيكون سالينا الفيديو ديالنا. وبصحتكم وبراحتكم. اذا عجبكم الفيديو اليوم ما تنساوش تضغطوا على زر لايك وبارطاجيو مع لي زامي ديالكم مع الحباب ديالكم. ونخليكم دابا، باي باي ان شاء الله، فيديو جديد ان شاء الله. اوغوفوار.